الحقيقة بتحسوا كده انه الواحد اللي بيعافر فترات طويلة من حياته وبعدين يتحط في لحظة تكريم او يرشح عشان يتكرم، تحس انه بياخد نفسه كده، يعني اخيرا الناس واخدة بالها انا بعمل ايه. لسه كنت بقول لكم دلوقتي على فكرة، احنا بلغنا من شوية الموسيقار هاني شنودة انه تم اختياره لان يكون مكرما هذا العام. هو معانا خلاص على التليفون، مساء الفل، جمال، الف مبروك مقدما، انا فرحانة جدا، انت عارفني بحبك قد ايه. الله يبارك في الشعب المصري كله. الف الف مبروك، يعني جائزة الدولة التقديرية حاجة، يعني حاجة كبيرة جدا، يعني دي حاجة رفيعة المستوى. هاي. نفسك تقول ايه في اللحظة دي؟ بس أقول إن أنا اتكرمت في السعودية وكرمت في بلاد كتيرة زي أمريكا. أنت سمعت طبعا اللونجة بتاعتي اللي هي كما في الملعب اتلعبت هناك. ألو؟ ايوه مع حضرتك، اتفضل. لكن أنا عايز أقول للناس مع تكريمي في كل حتة في الدنيا، مع أوعوا تنسوا إن هاني شنودة صنع في مصر. حلوة الجملة دي، هاني شنودة صنع في مصر. ألو، أيوة تأمري معاكي. أنا يعني مش قادرة أقول لحضرتك فكرة إنه إزاي الفنان لما يتم تكريمه يعرف يختار كلماته. يمكن حضرتك شفت الفترة اللي فاتت كان فيه يعني لغط وكلام حوالين التصريحات اللي طلع محمد فؤاد وقالها، احنا بنحبه جدا، فنان رائع جدا، ولكن استخدام الكلمات ممكن يكون احيانا مش في محله او يتفهم غلط او مفيش ذكاء في اختيار الكلمات وازاي وامتى وفين. فيعني تحية لحضرتك انك تقول هاني شنودة رغم كل التكريم اللي خده في السعودية وفي امريكا لكنه صنع في مصر. الحقيقة أي واحد يهرب من الحقيقة يبقى غلطان. بتحلم بإيه الفترة الجاية؟ إيه اللي في جعبتك من مشاريع للفترة الجاية؟ أنا في جعبتي حاجة اسمها قافلة السعادة. قافلة السعادة، إيه بقى؟ قافلة السعادة يعني آخد باسمتين ونروح كل أماكن المسنين اللي عندهم إعاقات، نغني لهم، نخليهم يغنوا، ونخليهم يتحركوا، يقدروا يهيصوا علشان نسيبهم وهم سعداء. حضرتك فعلا كلمتني على المشروع ده قبل كده هنا في البرنامج، ولكن اعتقد انه كان المفروض يبقى فيه خطوات بقى عملية. احنا عملنا حاجتين ومع صندوق التنمية الثقافية، وإن شاء الله بعد الجائزة دي هنواصل العمل ونروح حتت تانية كتير. احنا رحنا الباقيات الصالحات بتاعت عاملة المهم الكحلاوي، الكحلاوي دكتور بالظبط. عبلة الكحلاوي. ايوه، ورحنا الضريرات بتوع مصر الجديده، ورحنا حتت كتيره، بس هنواصل الموضوع وهنواصل الموضوع بدعم كبير كمان من الدكتوره مؤمنه كامل. اشكر حضرتك شكرا جزيلا، الموسيقار الكبير هاني شنودة بجد واحد من المبدعين الكبار، الموسيقى بتاعتهم عملت ادوار بطولة في افلام، يعني كانت الموسيقى جزء من حوار افلام مهمة جدا ومسلسلات مهمة جدا، واول ما بتسمع تتر فيلم كنت يعني تشاف مثلا في الثمانينات او في التسعينات بتعرف ان ده اللي عامله هاني شنودة، لأن الموسيقى بتاعته بجد كانت بطل في أعمال كتيرة وبطل في حوار، يعني تحس إن الكلام بتاع الحوار ما فيش كلام ما بين الممثلين، بس اللي عمل المعنى الموسيقى بتاعت هاني شنودة.